السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عسلام ومرحبا بكم الناس في كل فيديو جديد في رياكشن جديد. اخي اليوم باش نعملو رياكشن على ام دي مهدي دس هدف. يا اخويا قالك الرد الام سي ميجو كلاش الام سي ميجو وربي قدر الخير. اخويا ديزولي اخويا هاك تشوفوا في الحالة امتني خارج من بيت النوم ديريكت من الفراش اخويا عملت قهوة وجيتكم حاسيلو. الولاد ما تنسوش باش تعملوا اشتراك في القناة تعملوا سبسكرايب تعملوا اشتراك ويلا بنا يلا نشوف اخويا ام دي مهدي شنو يحكي وشنو يغني. يلا بنا يلا listen to the music baby. يلا ام دي مهدي مازال الشي والشي اللي انقال يا مريض قاعد تسخين والجولي تقولوا عليه يبي دماغ كسح وحزين عارفك تسمع مش فاهم لان المعنى عليك رزين عارفك تسمع مش فاهم لان المعنى عليك رزين يا بابا يا بابا جلد دو عليها بتتعتيم مثل احتلتيم احداديات الفيك امسيز مع النغزات فريات تخلي المتقربع يرقد يحلم بالوحدات فيل اسمع سب وجمع وما زال يرحوا الماكينات نسمع بالخدمة مش عيب فرص شرع نخدم قوات من كتر ما نعرف نظبط فدات معش نبي نظبط قلبي يقول لي توب لي ربك عقلي يقول لي افقد وزرت حتى او لا لا تعرف ظهر لي باش يمسحوا بيك ارضية الميدان صاحبي ظهر فيه في جماعة باش يطيحوا لك المستوى يا صاحبي ميجو يا ميجو يا ميجو حتى لساني يبي يخرط يبي يبلط لي في شكارة كل ما نرمي الباهية بعيد العيبة تجيني من الحقارة عليكم فرد لساني ورزين عليك يا غالي لفالك مش فالي ديما عالي نكون عليك فاك في الدولة البتش ندق في تب ديما عالي كون عليك اسمع 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 بابا اسمع العيبة تجيني من الحقارة عليكم فرد لساني ورضين عليك يا غالي لفالك مش فالي ديما عالي نكون عليك فاك في الدولة البتش ندق في تبة مع ماليش داير ما نبي يا صحيبي روح نيك جو مش ليك بيك ولا بلا بيك ساك بيك بربيك عارفك مش قادر تتكلم قاعدة تدودة تنمرش فيك العيب اكيد امي ريتو عزوز خيوة ذونا ضربين ضربة حتى هم مش نورمال وروسهم تعرف نجوج مقين خويا هبلة ذي ريتا تحكي ليش ما تحكي ليش ما تحكي ليش ياسر هبلين ضربات خويا كي كلاش واحد يمسحوا به لطا اني لاني فوق قدرك عطيك معاي ما يمشيش التفشيك نسمعك راب ورقص لي بريك فيك عايش في الفيك ويستنى في العجلة تدور بالدور ضربت الغدار بخونة للمغدور وسطور باش تفهمهم تبي هالبسنين وشهور ضربت المعلم اللي تطيح والخواف ترفع القبور دق اسمع 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 بابا الكلمات اسمع اش قالها انا للمغدور وسطور باش تفهمهم تبي هالبسنين وشهور ضربت المعلم اللي تطيح والخواف ترفع القبور دق الوسط عفست كم من بار قلت البست كم من تراك مني نزل وانت سمعت وتلك مست معنى كلامي واضح يا عميق خد لك رست ويست سايد ويست كوست دقر زين ام ذا بست نكون كيف ما نبي نكون مش كيف ما انتو تبوا نكون جيت من خي اوه شيت مان ما هذا صاحبي ما هذا يا هذا يب هالبطنون جيت بنكسر هالبسنون وين حد سب لي امي حرق الدم في راسي يكون نعرف اصلي وفصلي شكون اسال امك بوك شكون ما نملكش مال قارون كل غابه مفروض قانون كل كلمه في سطر موزون كل فريه تبين اللي هون عطل بدل دبل اللون اللي هناك في الراس ينقل في سنون حسبتوا الحسبه وارض العصبه من قبل ما الحسبه لا 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 كل فريه تبين اللي هون عطل بدل دبل اللون اللي هناك في الراس ينقل في سنون حسبتوا الحسبه وارض العصبه من قبل ما الحسبه تكون لعلق علق قولك تارية كاتحه وفالتا اللي يكتب دس يحسب صحة الرب حوش خالتا دبل كتير اللي يكتب اوه لا لا يا ميمتي حنانه يا ميمتي يا حنانه يا ميمتي يا حنانه يا مهدي بشوي خويا سايس الكم يا صاحبي مليني واحدة واحدة وملي امسي ميجو واحدة واحدة هذا كله راه مازال بلاد المدخلشة هنا الكتينة تلعب بحالتا لحمم يتقصب والفار بتنقص في التالتة يدوي على العيب والعيب اصلا ومنه وفيه خليه اليوم تاخد واحد تواتي فيه والوعر في الحاضر ضروري ما تشوف ماضيه والفاك يحب يركز في الكلام اللي لوح فيه بتشوف اللي جاي واللي كان بسرعة فات وتشوف كيوتات لقاها ركبوا تيوتات ما فيش النمبر ون الراب عند ولاد البلاد وكان سألتوها زمان راه وقالها لكم مراد يا قصص الليل بروحي نكتب جنبي الشمع هو 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 ذا
ريت والطفل هذا برجولي وين يتكلم ونخاف. انا واحد من الناس نخاف يركبني السكر والدم. ترشي لي في منعتي هي اللي شبحت دمعتي مثلي ولعتين ولا حنشوف باها. ترشي لي في منعتي غير باش نطفاها حتى الشمعة فدت مني حتى دمعة قلت لي بالله معاش تنزلني. حتى الشمعة فدت مني والدمعة قلت لي بالله ما عادش تنزلني. على الواقع لما صخ ان شاء الله ربي يصبرني. عاش فهمت شي حتى الدنيا برو بالتريس معاش تلزمني. وانا اللي هني شوف فيكم مشروك كانك حشيش راهو شروك كانك استوديو رهجوك. نطيح النود الحمد لله قود العيون سود هنا تمونا بالبرود ولاد اليهود. وان هاللي تسمت كلها ولت تشتت هما قالوا الحرب تمت نشوفها كيف بدت يلي قبل انا بديتوا الحرب لولاد انتم بديتوا الحرب تو ربي قدر الخير خويا. للدورة لطة تو فوق قرقت كيف فوق قرقت ما هو داروا الخد فت خنبوا فلوس عبوا ولاد الماما تو يطبوا زي قبل زي تو انتو ديما حتتسبوا. قل لي وينا ننكر خيرنا تو بمصفح قبل كان يحلم بفيرنا. للدورة لو واحد بدو كم شك كان واحد شوف العين طاحت احنا ربي مديرنا. هكي ريتو الزوز هذونا ما يلزمهمش يتفارقوا الزوز خيوة هذونا يلزم ديما يبقوا يغنوا مع بعض سينو راهو فسد كل شيء فسد كل شيء يا حبيبي ما فهمش يلزم ديما يغنوا مع بعضهم هذونا. يا خيرنا حسبة طلعت مش قصدة اصلا قلنا بنخبزوا دقيقنا في شعيرنا درناك عشيرنا وغلطنا لكن عادي. درناك عشيرنا وخلطنا لكن عادي. أسوأ شعور في الدنيا كيف تنحط في الانفرادي من خنب من قتل من البادي وما فيش منها دسكة تدفعي كيد الأعادي. أدفعي شبابك للتبات تموت وزيدي فقصي واعطي لليهود وزيدي ترقصي وضحكي لرب بالله عليك نقص. أولا لا يا بلادن صاحبي شبابك للتبات تموت وزيدي فقصي واعطي لليهود وزيدي ترقصي وضحكي له رب بالله عليك نقصي خلاص معاش نبي نسمع صوت. عارفة مش منك من اللي شدوك وظلموك خلوني نسبك كنت نحبك وربك يشوف ما عطيتينا شي وكيف ما تبيش نخلوك تفكر يوم المكتوب ربي فيكم قاعد يشوف قبل يوم لحساب توب بتفكر مصيبتك عند ربي ما بينفعك لا سلاحك لا كتيبتك. شوف نص الشيوخ مكبد على فروخ تشوفهم هم شن يديروا تقول باهي اللي طلعت ندوخ موضوع. واو 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 صاحبي 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 ما هذا يا هذا خويا سمح شبيك هك انت صاحبي ما شبيك خويا بابا شنو يوجع فيك شنو خويا الطفل مرمتوه راكم حياته دمرتوها له راه. على فراسي عليك صعب مش لعباني والاستاد نجروا في الطلاب نوه قاعد برجولية لزمنا نستنوا الرد من عند ام سي ميجو على بلادن وامدي مهدي. يلزم خويا نسمع وقالي باش تشعل نار تو نار يا حبيبي نار وراني لاني نفتن لحد شي اضايا رابي سموه خويا سمح تكلاشي نكلاشي تكلاشي نكلاشي رد عليك وترد عليا اوكي خاطر برشا عباد تكتب لي في الكومنتير كي او اك تفتنوا يا خويا لا نفتن لا يفتنوني صاحبي فوتك منها قصة الفتن وما نفتنش صاحبي ربي ان شاء الله يرجعوا مع بعضهم خويا سمح. حتى كان عندك في الراب ما عندي نص باد رسمات يفري في حوشهم وانا نفري في ستاك. انت ما تسواش ربع نواره يا جدع مش مبعد حتى كان قاعد تجري تكعب في وسط الصقع. مش موضوعنا يلي داهمو يلي ساهمو نحي سلاحك تو نتفاهمو النيجو نحي سلاحك تو نتفاهمو النيجا يا 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 نار 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 يوزع صاحبي ويوزع 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 خويا برافو خويا الرد كان قاسي شوي كان الشي ناقم نقمة طاعة كيفاش جماعة تعرف ربي قدر الخير الأسبوع اللي جاي باي فاتة تشعل ما بين الرابرات خويا كيكاك انا ماذا بيه يرجع مع بعض كل عادة نحب نبقى نعاود راني لاني مفتن لحد شي هذاك راب كيما كلاي كلاشي ارماستا ولا ارماستا كلاشي كلاير انا ماناش نشعل ولا مش جاب الزوز من ليبيا ولا زوز من تونس ولا زوز من الجزائر هي لعبة لعبة اسمها لعبة الراب معناها فوتك من الموضوع صح حنسيرو الاولاد الرياكشن بتاعنا وفات ما تنسوش باش تعملوا اشتراك في القناة خويا
ورانا باش نوصلوا لجري للعشرة آلاف. عشرة آلاف ما قلتش مية ألف، راني قلت عشرة آلاف. أوكي اللي قاعد نلبي في طلبات برشا عباد، ماذا بينا نعملوا الاشتراك إخواني باش نجمو نكبروا باش نجمو نعملوا خدمة باهية مزيانة. الحسيل والولاد نحبكم برشا and see you next video. Love you all. Bye bye.